السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية، يجزيكم الخير. اليوم الأربعاء 15/12/2021، نحن الآن بسوق كفر جالس. يا شباب أريد أنوه على شغلة قبل ما نبدأ بالفيديو، إن شاء الله الآن نصوركم السوق كامل التفاصيل، ولكن في مسألة أريد أنوه عليها. إن شاء الله نحن الساعة 5:30 راح ننزل فيديو لحالة إنسانية. امبارح عملنا زيارة لختيارة كفيفة ومقعدة ووحيدة، ما لها حدا، ما عندها ابن ولا بنت ولا حدا يعني يساعدها ويخدمها، وعمرها 85 سنة. وضع مأساوي جدا جدا، وضع يبكي والله. التقينا بأخونا أبو دريد وحكينا على قصتها، فرحنا عملنا لها زيارة ورصدنا حالتها، يعني صورنا أثاث البيت وحكينا معها وعملنا فيديو، يعني بدنا ننزله على قناتنا مشان نحاول قدر المستطاع نساعدها بدخولها الشتوية. يعني وضعها تعيس جدا جدا، يا حرام، قاعدة بخيمة تحتها حصير بهالبرد. الآن نحن صرنا بقلب الشتوية، يعني ما عندها صوبية، ما عندها حطب، ما عندها أي شيء من مقومات الحياة، ما عندها غاز، يعني الأكل ما تقدر تسوي، حتى إيدها الله يعينها إيدها مقطوعة، فحتى ما تقدر تخدم نفسها، وعايشة وحيدة، وضعها تعيس جدا جدا. فنحن كنا بدنا ننزل الفيديو مبارح الساعة 7، فقلنا لا، ننوه على الفيديو قبل ما ننزله. فأكثر متابعينا قام يشاهدوا فيديوهات حركة السوق، فنحن يعني حبينا أنه ننوه على الفيديو قبل ما ننزله، فمحتاجين أنه تنشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق، يعني بلكي نقدر يعني نكون صلة وصل، أو نكون سبب في صدقة توصل لها تعينها يعني على أمر حياتها. يعني عمرها 85 سنة، إيش بقي من عمرها إذا ما اليوم نحن ساعدناها وكنا مثل أولادها؟ يعني منو راح يساعدها؟ والله حالتها تعيسة جدا جدا. فشوفوا الفيديو يا شباب، راح ننزله الساعة 5:30 مساء. تابعوا الفيديو وانشروه على أوسع نطاق، هاي أمانة بأعناقكم، أمانة بعنق كل واحد يشوف هالفيديو ينشره على أوسع نطاق ممكن. يا شباب ممكن أنت ما تقدر تساعدها، وضعك المادي ما يسمح لك، لكن تقدر توصل رسالتها لحد يقدر يساعدها، والدال على الخير كفاعله. عمرها 85 سنة، بيوم من الأيام كلياتنا راح نوصل لهالعمر، فمحتاجين حدا يساعدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاليوم أنت ممكن بيوم من الأيام توصل لعمر هالختيارة ولوضع هالختيارة، تكون عملت شيء الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب، مثل ما كنت أنت سبب في مساعدة إنسان، الله يهيئ لك أسباب لمساعدتك. الآن إن شاء الله راح نصور لكم السوق ونوثق لكم الحركة كاملة ونخبركم بالتفاصيل. أخوي أبو سطيف، هاي أخذتها من عند سامر؟ ها؟ من عند سامر أبو محمد. ما شاء الله، شنو وضعها؟ عشر 3 شهور ونص، ثنية أول بطن. ثنية أول بطن، عشر 3 شهور ونص. نعجة بلدية كويسة يا شباب ما شاء الله. ثنية الصوم، ها؟ ثنية الصوم. أي نعم. ما شاء الله تبارك الله. والله صارت 1900 وإيجارها. 1900 وإيجارها، أي نعم. ما شاء الله تبارك الله. السخلات اللي سألتونا امبارح عنهم بالتعليقات يا شباب، الشباب اللي تواصلوا معنا وسألونا عن السخلات، هذن عند أخونا سامر الكشيمة، لسات موجودة، تنباع منهن اثنين بس، اثنين اللي انباعوا انباعوا ب 350 ليرة الوحدة، ولسه ما شاء الله تبارك الله 3 و3 7، لسه 7 ما شاء الله تبارك الله موجودات، انباع منهن اثنين ب 350 ليرة الوحدة. اي نعم، فاللي سألنا عنهن امبارح لسات موجودات عند سامر. هاي كاسة الشاي عند أخونا سامر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، على أهل البورية الطيبة، تفهق فهق ما شاء الله النار. العودان هالقرفة بنص الشاي يا شباب، اشرب كاسة الشاي ونصوركم السوق. ده هو مزوج له مقبوط غنم او مقبوط؟ لا ما شاء الله، هو حبيب مسلم عليك. وين هاي الجام؟ والله على راسي بجنت. ايش معرفني انا؟ والله على راسي بجنت. لك بعت لك ازاي ما بعت تجيبه له؟ يا اخي انا بدي اروح الرمج بشار. لا ما شاء الله. وسابين انا مصراتي الجماعه. سابين؟ شوف الناجي البلديه يا شباب ما شاء الله. تبارك الله، ضرتها طيبه حيل، اللهم صل على محمد. اتوقع كبيره عمر. من وجهة بين وراها الفل، وهذا ما شاء الله تبارك الله مجنوية، يعني منيحة بيت، هذا فلوها ما شاء الله تبارك الله. هاي شكارة فطايم كمان موجودة عند أخونا بها ما شاء الله تبارك الله، فطايم خامية سرحية، بضاعة نظيفة، وزن خفيف ما شاء الله تبارك الله. ويس كيف عزتها حجيش؟ كيف عزتها؟ 22 راس العدد. 22 راس ما شاء الله تبارك الله.
شقد قام يندفع بها ابو احمد؟ 625 ليره تركي. اي نعم دفع اي نعم دفع يعني الدفع مو ما تم البيع يعني دفع. ايه ليش ايش قد فاصله صاحبه واخونا ابوه؟ 9.5 7.5 7.5. اي نعم اي نعم ما شاء الله تبارك الله. والله حلوات يا شباب زينات. قامت تبيع اللحم قامت تبيع شلون يعني؟ البيع جني اكيد ابو. شلون ما كان؟ جني هاي جني. ما لحم هذيك لحم هاي الساعه في الطاين البلديه. لا اي مو انه يعني قصدي تنباع وزن يعني وزن. اي وزن زيف وزن. المهم انه والله بين كم وحده يا شباب حلوات ما شاء الله. هاي هاي حلوه ما شاء الله تبارك الله. هاي الحمراء البويسات هذول بزري بزري بزري. اي نعم اي نعم حلوه. هاي تربيه ولا تجاره يا شباب؟ تربيه. نغنمك ابو لك شلون ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. اي والله حلوات ما شاء الله شباب. شوفوا هاي صغيرونات يعني عمارهم بس 7 شهور اكثر شوي اقل شوي ما ندري بس طرقه واحده يعني كلهم خوات بقد بعض ما شاء الله تبارك الله. الشباب اللي سألونا امبارح بالتعليقات عن الفطايم البضاعة اللي مثل هاي موجودة عند اخونا علاء اللي له به المصلحة رقمه معنا وفي تواصل بيننا وبينه وعم يندفع به 625 وفاصلنا ب 725. هذا هذا الفحل اكيد ابو شاب نازل على المصلحة جديد. صور لي يا ابو حمد. صوروا ابعثوا. شقد قام يندفع به اخوي بها؟ دفع فيها 12 فصلناها ب 17. ما شاء الله تبارك الله. شنو سنها؟ كبيرة يعني. اي نعم والله ذرتها طيبة ما شاء الله. نظيفة وراها خروف ما؟ اي نعم ما شاء الله تبارك الله. شباب عند اخونا بهاء. وين خواريف وراك ب 6.5. ايش قد فاصل اخوي بهاء؟ بده 17 صاحبه. 17 يعني 1700 ليره تركي. بالضبط. 100 وشوي 100 دولار وشوي يا شباب. هاي الخرفان عندك اخوي بهاء؟ نعم نعم نعم. ايش قد العدد تقريبا يعني؟ حدود يا عبد الحي 20 20 راس. ما شاء الله تبارك الله. 20 راس. ايش قد الدفع ايش قد الطلب؟ والله عم نطلب فيهم 8.5. 850 ليره تركي. وعم بيعطوا 6.5. 650 ليره تركي. اي نعم. ايش قد اوزانهم تقديرا اخوي بهاء؟ يعني تقديرا بال 27 كيلو. 27 كويس يا شباب. تمام. اوزان خفيفه. لا حي الله الشباب يا هلا بكم. هاي المعزه يا شباب موجوده عند اخونا ابو النور عزيز ما شاء الله تبارك الله. شلونك ابو النور؟ هلا هلا ابو حمزه. تحياتي لك. الله يسعدك. شلون هالسوق اليوم؟ والله السوق اليوم الحركه فيها بركه ان شاء الله. ان شاء الله. ولك عمي مو تعطيني تاكل وتشرب حاشك شو تريد؟ ناس يأسانا يا ابو. يا زلمه اقسم بالله العظيم. اي نعم الله المستعان. لك تتفائلوا بالخير حتى اذا مو تتفائل بالخير. اي والله. عشر 3 شهور. ايه. ما شاء الله تبارك الله. عم نطلب 2000. اي نعم طعمتونا 12.5 كبيره طبعا. اي عند. اي نعم عم يندفع بيها 12.5. نعم ما شاء الله تبارك الله. عنز بلديه يا شباب. وصلنا تقريبا اخر السوق يا شباب من الجنوب الشرقي. هيك رب جد دلال ناصر البشمي ابو احمد. اكثر البضاعه الموجوده يا شباب بلديه وسطيه تحت الوسط خرفان شكارات خرفان مثل ما شفتوا في شكارات فطايم لكن قليله والحركه اكثرها على اللحم. وهذا اخونا الدلال ابو عمر الحديدي. إذن الخرفان يا شباب عند اخونا ابو عمر الحديدي مباعا ب 700 ليره تركي الراس. خرفان وسطيات يا شباب. هاي العنز عندك اخوي ابو عمر؟ شنو سنها؟ والله عنز. اي نعم. عشاره؟ حاطه على الاولاد ولا؟ اي نعم. لا لا وراها جدي. وراها والده. ايش وراها جدي؟
اليوم ابو عمر مو شربان شاي 100%. انا ما احب الشاي. اللهم صل على محمد. ايش قد اندفع لك به ابو عمر؟ 15 1500 ليره تركي. اي نعم. ايش قد فاصلها؟ والله قلنا لهم 20. اي نعم. مراسين يا شباب، يعني راسين بسعر راس واحد. اي نعم. وراها سخلة زينة. اللي يعتمد 10 يبي سكر، العنز فيها حليب ذرتها زين البركة. اي نعم. ذرتها اي والله ذرتها طيبة ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل. هنا هاي عندك ابو عمر؟ هاي عندك؟ والله هاي ايه؟ اي نعم. بيهن لحم الثلاث. اي نعم. مع اخواتها. مع اخواتها. ايش قد اندفع بيهن؟ 25 ليره الكيلو. 25 ليره الكيلو. ايش قد يوزن تقديرا ابو عمر؟ والله بال 35 حطه. 35. هاي لول خشانتها اكبر شوي زينه، بس الدونيه صايره حجمها صغير شوي، لول حجمها اجهم شوي زينه. اللهم صل على محمد. هذا ربج عمنا ابو زياد الجملان. اليوم السوق مليان حلال يا شباب. وهذا اخونا الدلال ابو عمر. الله يرزق الناس. في هاي الفطيمة القرحة يا شباب عند اخونا ابو لبيب. وهاي كمان يا شباب عند اخونا ما شاء الله تبارك الله. وذنا على ذمة وحدة كلهن عند اخونا ابو لبيب ما شاء الله تبارك الله. يا شباب طالبين بالكيلو 28، طبعا معلوفات يعني بداية ربط يعني ما شاء الله تبارك الله. طالبين بالكيلو 28 وانباعت وحدة منهن على 28. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي نعم. اوزانهن تقريبا 42 كيلو. كسر 42 ما شاء الله تبارك الله. اللي له بين مصلحة رقم اخونا موجود معنا، نوصله معه بشكل مباشر. كويسات والله، بضاعة نظيفة يعني، وفطايم معبر ما شاء الله تبارك الله. اني بيدي لشحن الصبر ورمها، وبلجي القى للعلا دواء. والله يا ابو حمزه يا ابو مريم يا ابو قيش، حبكم بقلبي بحر، واليوم بحركم هاجاني على الوعد، ما اقدر اجي النشامه، والله وجهي بيها حراج. الآن نحن يا شباب بسوق اللحم. في بازارات بالسوق يا شباب، في بضاعة وفي أوزان ما شاء الله. احنا تأخرنا شوي قصدا مشان يصير بيع ومشترى، ونوثقلكم الشيء اللي انباع مو الشيء اللي مثلا عم يندفع به وعم ينطلب فيه. الشيء اللي انباع هو السعر الحقيقي دائما. اذن الخرفان موجودات عند اخونا ابو خالد علينا بازار الان. 55. هذا اتى كيلو ما مش انا بدي انا خشاني والله ما بدور اعطيه. خلصنا ما
مرة الخروف 35 علي أبرو أحلى 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 من بعد الشباب حوالي 55 35 ليرة تركي اليوم الآن هذا اللي وزلنا لكم إياه. السوق فيه بضاعة بيع الفطايم عند أخونا أبو أحمد يا شباب قام يبيع اللحم من باع منهن أربعة اللهم صل وسلم على نبينا محمد لأنه كويسات شاب شقار نكاشف ولا والله حتى يعتبر ان زينات يعني قد حق الفطيم 1200 ليره اللهم صل على النبي لا هذا ما انباع انباعنا من اربعه ايش قد كان اوزانهم تقريبا يعني بين 42 و45 اي نعم 42 مثل هاي انباعت ب 1000 1000 ليره تركي هاي اقل وزن من هنا شباب هذا لنا اخشن واحسن من هنا هاي انباعت ب 1000 خلاص يا ابو حمزه الله يسلمك شلونك؟ الله يحفظك شلون السوق اليوم؟ والله السوق زين وحركه كويسه الحمد لله ايش قد الاسعار عندكم اليوم؟ 30 ل 30 36 ل 30 اي نعم ما شاء الله تبارك الله نقوى معناته حياك الله يا اخوي حسن هذا ابراهيم التعتاع ما شاء الله تبارك الله اي كويس الحط 32 يا اخي 32 يا عمي 37 اي نعم هاي نقوى مو ابو ابراهيم الغنم ابو فارس باع ب 37 هاي نقوى ها لا ما تحط 32 فرجي يا عمي فرجي يا عمي تعال حط صورهم زكاتك اي في 32 ايش الوزن هاي؟ 30 احنا نسال عن احسن وزن يعني 36 هو سمحوا شيء هو ما بده سرعه يطلع ها 33 اخوي ابو ابراهيم الفطيمه ايش قد انباعت اليوم؟ 27 هسه في فرق بين الثنيه والفطيمه بالنسبه للحم؟ بين الثنايا ب 30 اي نعم بس لحم ما في معه لحم خارق ابو حمزه فطيمتي المحلوقه بعناب 29 اي نعم المنعمه اي نعم المنعمه اي نعم ما شاء الله تبارك الله الجدي ايش قد انباع اليوم عندكم؟ الجدي معك 25 الى 20 اللهم صل على محمد يا حي الله الشباب الله يجزيكم الخير معلومات دقيقة الناس تبعث لكم سلامات من الخليج والله الله واي رحنا ورجعنا يا شباب لعند أخونا سامر لفينا السوق كله الشباب اللي يسألونا ليش تبدأون من عند سامر وتنتهون من عند سامر نيجي نحط الميتور عنده نصف الميتور عنده ونروح هنا نشرب شاي عنده اي والله الرجال يعتبر قرابتنا وجارنا يعني الرجال مو بعيد ان احنا ساكنين حواليه هذا سوقنا اليوم يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد ادعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك اذا اول مره تزور قناتنا اضغط على زر الاشتراك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارجع واذكركم يا شباب الساعه 5:30 راح ننزل فيديو الحاله انسانيه ختياره محتاجه يا ريت تشوفوا الفيديو وتنشروا الفيديو على اوسع نطاق مشان نقدر نكون صلة وصل او سبب في مساعدة الانسانة هاي الله يجزيكم الخير ان لم تستطع ان تفعل الخير فدل عليه فالدال على الخير كفاعله